التيار الجامعي هذا أجرم في حق الأمة كثيرا، أجرم في حق الأمة بدعوى أنه على طريقة السلف وأنه على طريقة القرون الأولى، وأن كل العلماء والدعاة المعروفين اليوم مشهورين الذين لهم أثر على العامة إما مبتدعون أو ضالون أو زائغون أو بعيدون. ما هذا الذي يجري؟ لا نعرف الجامية، هذا اسم ابتكروه هم ولا نعرفه. إن كان منسوبا إلى أخينا محمد أمان الجامي فنحن نعرفه، عالم داعية إلى الله، ما عرفنا عنه إلا الحق وما جربنا منه إلا الخير. ولكن أن هناك من يخترع الألقاب السيئة لينفر من الحق، وهذا لا يضر إلا نفسه. الدين منصور وأهل الدين منصورون،